40 من البرلمان هذا اعلنوا صراحه انهم زكوا قيس سعيد وارسلوا تزكيتهم لقيس سعيد. هذه رقم واحد. رقم اثنين، اليوم منذر الزنيدي اعلن انه فما هناك مجموعه من النواب زكات منذر الزنيدي، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، التحدي لقيس سعيد اذا قبل فقط بالنواب باش ياكد انه هو مكروه شعبيا. لذلك قيس سعيد شحب يعمل؟ حب يضمن تزكيه النواب اللي ما نجموش يقولوا له لا، هذاك خدام هاكم حطهم في يده، وحب يعمل نوع من الاستعراض الشعبي والقابليه الشعبيه. هو عندي 240,000، فاذا بيه خرج بفضيحه يعني قويه جدا، فضيحه ال 240,000. وهاني قلت لك اليوم الفيسبوك كامل عامل قيس سعيد ضحكه. ادخل الفيسبوك اليوم، حتى في ليبيا وفي الجزائر وفي مصر يحكيوا على فضيحه بتاع قيس سعيد اليوم. ونعاود نقول لك راهو الاشكال كي قيس سعيد يعمل فضيحه في تونس.